السلام عليكم يا احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد قيطة هذه اللي كتشوفوا، هاد الصابلي اللي درنا، راه درناه تقريبا العيد، ولكن سمحوا لي ما درتوش ليكم، ما رحتوشي، عاد غنلوحو لكم دابا، ونتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. وهكا باش الدواز اتاي وصافي وعادي وشعبي وديال الدراوش. وكنتمناكم ديروا اختكم جيم، واللي مازال ما تابوناش يتابونا فضلا وليس امرا. ودابا بقاو مع الصابليه، انا راه كيجي مزيون والدراري كيعجبهم وبسيط، حيت كنت درته معكم في العيد ولكن ما كتبش اللوحو. ودابا انا غادي نشاركو مع اخوتي، وهذا خليتكم مع الفيديو وخليتكم على خير والسلامه عليكم. انا جيت معكم اخواتي نوريكم هذيك الحلوه اللي صايبتها معكم، اللي وريتكم دابا. دابا غنديروا المقادير، هذه الحلوه بسيطه والمقادير ديالها بسيطه، وتقدر تلقاها في اي دار. كما كتشوفوا عندي فاني وحده، وعندي خماره وحده، وهنا عندي نص كيلو ديال الطحين. نص كيلو الطحين عندي هنايا الفورص مغربل، وهنا عندي كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده، وواحد جوج معالق كبار ديال التشوكلات ديال الكاكاو مر، وهنا عندي تقريبا ربعة ديال الزبده، 150 غرام ديال الزبده تقريبا، ربعة ديال الزبده كيلو قسمته على نص كيلو قسمته على جوج. وهذا دابا كما كتشوفوا غادي نديروا الزبده ديالنا بحال هكايا، وغادي ندير هاد السكر وندير الزيت ونخلطهم مزيان حتى يتخلطوا لنا مزيان، وعاد نبداو نديرو في داكشي اللي باقي. كما كتشوفوا البنات دابا غادي نخلط هكايا، تتخلط لنا مزيان هاد الزبده والسكر والزيت. تيس كنبقى ندير تتهجين هكا شويه شويه بحال هكا. هاد الحلوه راه كتجي زوينه واقتصاديه وكتعجب الدراري الصغار. هانتوما اخوتي، نتمنى تعجبكم ان شاء الله، وما تنساوش ديروا اختكم جيم، واللي مازال ما تابوناش يتابونا فضلا وليس امرا. هكا نبقى نسير شي نقطع كلشي بحال هكا، نديروا هاد الفاني هادي اللي عندنا هنايا. نحطوها حتى هي هكايا، هكا الحلوة هكا ديال العيد بسيطة. راكم نتوما عارفين دابا العيد، العيد الكبير كنديرو غير حاجات ديال هكا اللي غنشربو بيهم أتاي وصافي. كتخلط بحال هكا حتى كتولي لنا بحال الزبدة، بحال الكريمة بحال هكايا. وغادي نبداو نديرو الطحين. هاد الخمارة اللي قلت لكم، الخمارة عندنا حنا كبيرة فيها 15، وغادي نبقى ندير هكا الطحين شوية شوية ونخلط بحال هكا. نخلط بحال هكا حتى نسالك. دابا غادي ندير هاديك الخميرة كيما كتشوفو، غندير هكا شويه شويه بالطحين. غادي نقسمها اخوتي، غندير النص بيض والنص ندير فيه داك الكاوكاو، شوكولاتة كحل ماشي الكاوكاو، سمحوا لي الكاوكاو ولا اللوز غادي نزوقو به ان شاء الله بحال هكا. نتوما القياس اللي بغيتو، انايا غندير معكم هذا القياس راه صغير. مازال ندير شويه الطحين، غادي نخلط اخويا نجمعو ونتلاقى بكم ان شاء الله. يلا بقاو معايا اخوتي. ها نتوما اخواتاتي، العجينه هي هذه، جمعناها كما كتشوفوا، ما كتجي لا قاصحه ولا رطبه، كتجي بين وبين باش يجينا مزيونه، باش جيناها صابلي يجينا رطيطه ويجي زوين. دابا انا غنقسمو على جوج بحال هكا، النص النص غنخليه بحال هكا ابيض، والنص غادي ندير فيه هاد الكاكاو هذا بحال هكا. نخلطو حتى يتبدل لنا اللون.
نتوما كتشوفوا صابلي بسيط وكيوجد دغيا. نتمنى يعجبكم ان شاء الله. كما كتشوفوا درت تقريبا جوج معالق، نتوما على حسب اللون اللي بغيتو، واش بغيتو يكون غير مارون، واش بغيتو يكون جيب الشوكولات بزاف، نتوما والاختيار ديالكم. درتو على حسب الوليدات، راه كيعجبهم حاجات اللي كيكون فيها الشوكولات كما كتشوفوا. هو تخلط لينا، انا غادي نخليه واحد شويه الثلاجه باش يجي مع راسه، راكم عارفين دابا الصهد 10 دقيقه بحال هكا في الثلاجه، وغادي نرجع معكم باش نقطعوه ان شاء الله. صافي نقسمو هكا على جوج وغنديرو في الثلاجه ونخليه واحد 10 دقائق هكا باش يشد راسو، وغادي نرجع نخدمو. يلا بقاو معايا هاد باش نغطي غير كتقلى داكشي باش ندورو شويه الطحين. هكا غير بشويه، نطيب شويه، كنت هاد الشيء كنحيدوها بحال هكا، نجيب واحد الطابعة بحال هكايا. هانتما خواتي هادي دابا درت هاد الورق الزبدة هذا، غندير فيه شويه د الطحين بحال هكايا، شويه ماشي بزاف باش مت أما هي ملصق ما والو، ندير لها هكا عاود من فوق حتى هي هكا شويه. نشدو هاد الورقة الزبدة هادي من فوق هكايا، وعندنا الدلاك غادي نبقاو نسرحو هكا كنقادو الفورما ديالنا بحال هكايا. هاد الورق الزبدة باش كتلصق ما والو كتزينا مزيانة. نتوما بغيتو ديرو السلوفان ديروه مع هادي الورق الزبدة باش كنتحكم فيها كيفاش ندورها وكلشي بحال هكا. كما كتشوفوا راني غادا كتقرص كتقرص مزيانة هكا. هكا كما كتشوفو أخوتي بدات لينا تحسينا مزيان، أيوا حتى من بعد نعاود نطلبوها. دابا غادي ندير هاد الطابع هذا بحال هكا، غادي ندير له بحال هكا في الطحين باش ميسرقش لينا، وغادي نقطع بحال هكا بحال هكا. ما كتجي هاد الصابلي ما كيجي لا غليظ ولا رقيق، حيت غندير وحده فوق وحده. هانتوما بحال هكا دائما نديرو الطحين. هانتوما كتشوفو خواتاتي نبقاو نسيبو بحال هكايا حتى نساليو. دابا كيما كتشوفو هاد الورقة هادي غنبقا نهزها بحال هكا، داكشي عجبنا الورقة باش نتحكمو فيها بحال هكا. هانتوما شوفو سميتو مغيجي لا غليظة ولا قصيرة، غتجي هي هاديك مصومينوس، غتجي هي هاديك حيت غندير وحدة فوق وحدة. غنبقا نسطف هكا في الطاولة بحال هكايا، كنسطف كلشي، نحاولو داك الطحين نهبطوها من الطحين، نحاولو نحاولو نديرو له هكا باش يهبط لينا الطحين باش ما يبقاش الطحين فيها. كتهبط بسهولة بهاد البطين هذا، بسهولة باش تهبط. هانتوما ندير معاكم غير وحدة بوحدة بحال هكا حتى نساليو.
كما كتشوفوا اخوتي هكا كما درنا ندير في هذه غندير حتى العجينه البيضه وبقى ما يحسن نديرها في الفران ان شاء الله فوق ومن تحت غير ماشي بزاف راكم عارفين مده 10 دقائق يكون الفران سخون مده 10 دقائق ها هي طابت ونحيدوها وكساعه نلصقها معاك يلا قوم معايا هانتوما اخواتاتي كطيب كتولي بحال هكا هذه البيضه وهذه اللي درناها بالشوكولاط نتمنى ان شاء الله تجربوها نتوما دابا غادي نذوب الشوكولاط البيض والشوكولاط الكحل ونزوقها هانتوما معايا حتى رجع ان شاء الله كما كتشوفوا اخوتي هذا الصابلي اللي وريتكم دابا طيبناه دابا غندير له الشوكولاط البيض بحال هكا قياس لي راكم عارفين دابا الصهد ما نقويش بزاف غير شويه بحال هكا نجيب وحده نديرو له بحال هكايا من الفوق وناخذ شويه الشوكولاط هكا كحل ندير بحال هكا بحال هكايا ناخذ اللوز عندكم اللوز ديروه عندكم كاوكاو ديروه اللي عندكم ديروه بحال هكا بحال هكا نديرو بحال هكا نجيو عاطين هاد المنظر بحال هكايا نعاود معكم وحده اخرى كيجيو مزيونين بالنسبة للدراري ولا هكا كيعجبهم الحاجة ديال الشوكولاط بحال هكا كنديرو هكا الشوكولاط من الفوق باش كيلصق داك اللوز ولا الكاوكاو اللي غادي نديرو هكا ونبقاو غادي نديرو هاد هاد البيضات هما اللي درناهم بيضين غنديرو لهم الشوكولاط كحل هذا من الوسط باش يجيو عاطينا منظر مزيون بحال هكا ومن الفوق نديرو لهم عاود الشوكولاط كحل عاود باش تلصق هاديك لصق لينا الكاوكاو بحال هكا باش يلصق اللوز ولا الكاوكاو ولا اللي عندكم غير كنقول ليكم وصافي نتمنى تعجبكم هاد الطريقه هادي وبسيطه وكتجي مزيونه اقتصادي هكا ناخذ شويه اللوز بحال هكا يعاود بحال هكا ونديروهم في الثلاجه حتى يجيو على راسهم صافي ونبقى بحال هكا حتى نسالي نتمنى يعجبكم هانتوما المشاهدين ديالي والخواتاتي الحلوه ديالي البسيطه الصابلي اللي كيجي هكا مزيون بسيط كما قلت لكم درت له نص العجينه بيضه ونص ديال الشوكولاط كما كتشوفوا هذه درت له الشوكولاط البيض كما كتشوفوا لصقتها بحال هكا راه كتجي زوينه ورطيبه نتمنى تجربوها ان شاء الله وهذه درت الشوكولاط الكحل كما كتشوفوا بحال هكا كتجي بحال هكا عطيه منظر مزيون بحال هكا كتجي زوينه نتمنى ان شاء الله تجربوها هانتوما خواتاتي كيفاش كتجي بحال هكا كتجي مزيونه كما كتشوفوا نتمنى ان شاء الله تعجبكم هانتوما هذه بسيطه وما طلبنا لا طابه لا حتى شي حاجه صابلي بسيط وديال الدراوش وديال اتاي هكايا ونتمنى ان شاء الله يعجبكم ومبروك عواشركم وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله والصحه والسلامه وطول العمر ونتلاقاو شي فيديو اخر ان شاء الله ومبروك عيدكم وبالسلامه عليكم خليتكم على خير بالسلامه